ممكن اشكر حضرتك مره ثانيه؟ انا شاكر لحضرتك جدا وانا بشكرك. اشكر للدكتور مصطفى مدبولي ارجو حضرتك والله بجد بجد هوصل له هذا الشكر على الهوا اهو. واحنا من جانبنا بنشكرك كاعلامي اوصلت صوت الناس وعملت حلقه انا تابعتها امبارح وكل الاراء كانت ممثله وكنت حريص ان انت تستمع لاراء الحكومه الى جانب استماعك لاراء النواب الى جانب استماعك لاراء الشعب وهو ده الدور الوطني الحقيقي للاعلام في توصيل صوت الناس والحمد لله الحكومه استجابت لكم اهو خلال اقل من 48 ساعه. شكرا جزيلا مره ثانيه مستشار نادر السعد بشكرك شكرا جزيلا. صوت الشعب مهم قوي صوت الشعب يعني هو ده اللي بيوصل وهو ده اللي بيتم وهو ده لانه في الاخر كلنا زي ما بقول كده بنشتغل لصالح الشعب وكنت بتكلم دايما بقى وطول الوقت بنقول كده. الحكومه النهارده بتعمل هذه الاجراءات وهذه التعديلات عشان الحاله اللي كانت موجوده الفتره الماضيه.